وايضا واحد برضو من المعلقين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي. لما بتسمع دايما تعليقه عن النادي الاهلي وفي مباريات النادي الاهلي، لا بيدي النادي الاهلي حقه. واحد من اللي دايما بيستمتع بيهم جمهور النادي الاهلي المعلق الكبير الكابتن عصام عبده. مساء الفل يا كابتن عصام. يا كابتن اسامه مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك وعلى الكابتن شريف. تحياتي كابتن. تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن. الف مليون مبروك، وانا كان ليا شرف طبعا علقت الكابتن شريف وعلقت لك كابتن اسامه، وانتوا الاثنين نجوم كبار جدا جدا، اديتوا دوركم في الملعب والنهارده بتادي دوركم في مساندة النادي الاهلي طبعا، اللي هو بيتزين وبيتشرف بيه اي حد يبقى معاه في المنظومه يعني. شفت المباراه ازاي يا كابتن عصام؟ والله الاول كابتن اسامه طبعا شفت المباراه، كانت ما كانش في حد عنده شك اطلاقا يا كابتن في ان النادي الاهلي هو افضل فرقه في افريقيا. ده بنتكلم على مانشستر سيتي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى العالمي، النادي الاهلي هو ريال مدريد القاره الافريقيه الحقيقه بكل المقاييس. وده لان في بناء بيتم بشكل مستمر، وفي بناء يعني عمل متواصل يا كابتن اسامه. جيل بيسلم جيل، اداره بتسلم اداره. النادي الاهلي دايما كل اللي بيجي يشتغلوا فيه بيهمهم جدا جدا الكيان، الكيان هو في المقام الاول وبعد كده الاشخاص، وهو ده سر النجاح، وهو ده يمكن سر وجود قيمه كبيره وقيمه عظيمه جدا جدا. لازم تاخد وقت يعني، لازم تاخد حقها دلوقتي في التوقيت ده كابتن خطيب، حاجه عظيمه جدا جدا. الراجل اللي عاش 11 بطوله، اللي ما بيتكلمش، اللي بيبعت رسائل كبيره جدا جدا، ويمكن لا يعني الرساله اللي وصلت في مباراه الفاينل يا كابتن في المغرب، وتقديم كابتن حسام غالي، وانك ازاي بتعمل تداول لموضوع الجزء الاداري، والرسائل اللي بعتها الاهلي طبعا رسائل عظيمه على غرار كل الانديه الاوروبيه، اشتغل بشكل مختلف تماما تماما في القاره السمراء. طبعا المباراه ما كانتش سهله كابتن، طبعا بتتكلم برضو على جمهور كبير جدا، على فرقه متعوده تحت الضغط الجماهيري بتلعب بشكل كبير جدا. مباريات الرجاء والوداد بتبقى بنفس القيمه، وبتبقى اصعب كمان يمكن تيفوهات وبتاع، فهم منظمين جدا في ده. لكن لعيبه النادي الاهلي لعيبه تقدر تراهن عليها تحت اي ضغط، تحت اي ضغط تلاقي لعيبه النادي الاهلي. الكواليتي بتاعه كابتن من الصغر، هو بيتربى من الصغر على ان المكسب هو الاساس، هو الهدف، وان التعادل بالنسبه للاهلي دي بتعتبر بمثابه خساره كبيره جدا جدا. حقيقي. كابتن عصام عبده دايما في كل مبارياته اللي بيعلق عليها على النادي الاهلي دايما بيشيد بالنادي الاهلي وبمنظومه النادي الاهلي وبلاعبي النادي الاهلي وباداره النادي الاهلي وبالجماهير بالمسؤولين بكل ما في منظومه النادي الاهلي. بص يا كابتن اسامه، اي حاجه ناجحه في العالم بتنجح من خلال الاداره. المكتب ده مهم جدا، المكتب جزء مكمل للملعب، يعني الشكل الاداري اللي موجود والاستقرار، وان في فتره من الفترات لما بيحصل حتى اي وقت دروب، وازاي اداره الاهلي دايما بتشتغل بجزء من الترميم، يعني بيبنوا بجزء وبيرمموا تاني مع الفرقه بجزء بشكل مستمر، ومفيش استعجال للقرار، ولما بتحصل اي دروب شويه بيقدروا يتعاملوا معاه، بيصبروا. اختيارهم لمدرب عظيم زي كولر ده، وانا اعتقد ان هذا الرجل في السنوات الجايه هيعمل انجازات غير طبيعيه، لانه عنده استقرار كويس قوي، وعمل حاله جماعيه للفرقه كويسه، وقدر يخرج مجموعه لعيبه ويخرج منها حاجات كويسه في الفتره اللي فاتت، وقدر يعني يعيد شكل النادي الاهلي دايما بنتغنى بيه بتاع 2006 و2007 و2008. وانا بقول دايما النادي الاهلي عبر كل اجياله عند لعيبه النادي الاهلي، عند كواليتي لعيبه النادي الاهلي بيتربوا عليهم من صغرهم، وده الفارق يا كابتن. ده الفارق ان النادي الاهلي في الجزء الاداري في توقيت معين، وده مهم جدا. انت لو خدت قرار في توقيت معين غلط بيأثر عليك سنوات طويله، وده اللي النادي الاهلي بيعمله، وده اللي شفناه الحقيقه من الحاله الجميله جدا اللي عاملها الكابتن محمود، اللي بتمنى ان شاء الله في الايام اللي جايه ياخد حقه بشكل كبير جدا، شخصيه عظيمه على المستوى الاخلاقي، على المستوى البطولات، على الارقام الكبيره، الشخصيه اللي كانت حاضره في 11 بطوله كلاعب كعضو مجلس اداره كنائب رئيس كرئيس للنادي كرجل بيبعت رسائل على المستوى الاخلاقي مع المستوى الفني مع الرسائل الاداريه الجميله جدا اللي بيعملها الكابتن خطيب. يعني فرصة والمعلق الكبير الكابتن عصام عبده موجود معانا على الهواء دلوقتي، عايزين نسمع بقى بصوته الحلو بجمله وتعبيراته الحلوة هدف معلول مع محمد عبد المنعم. هنعرض دلوقتي معانا دلوقتي على الشاشة يا كابتن عصام، وعايزين بقى نسمع تعليقك الحلو وهو معروض دلوقتي معانا على الشاشة. لو الكابتن عصام عبده المعلق وهو بيعلق على المباراة وعلى الهدف الحلو ده، مشاعرك ايه هتكون وانت هتقول ايه في الهدف ده؟
لا طبعا فخر كبير جدا جدا. بص النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب دور كبير جدا في مشوار اي معلق بصراحه، لانه النادي نادي عنده بطولات، نادي عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا بالملايين. فحتى احنا ايام ما كنا موجودين في قنوات الاي ار تي كل المعلقين بيتسابقوا ان هم يعلقوا للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي حاجه عظيمه جدا جدا لما بتعلق له في فاينل زي كده، في بطوله زي كده. انا كان الحمد لله شرف ان انا يمكن عشت كل البطولات مع مانو جوزيه، مع الجيل العصر الذهبي الجميل. فطبعا بيبقى ليه دور كبير جدا يا كابتن اسامه. طب عايز اسمع بقى تعليق على الهدف ده برضه يا كابتن عصام. ادينا واحده يا كابتن عصام كده من حاجاتك. ادينا واحده كابتن شريف عبد الفضيل، بقول لك ادينا واحده من حاجاتك كده. هجيلك ان شاء الله. وحشتنا يا كابتن. ادينا واحده حلوه كده. يلا انا سعيد جدا الحقيقه بالهدف، الطريقه كمان يا كابتن، والباس. وخلي بالك انا عايز اشيد محمد عبد المنعم ده، خلي بالك مدافع عظيم جدا. طب خلي بالك انا مش هسيبك واحنا على الهوا بقى كده هرقصك بقى. خلي بالك انا كنت مهاجم برضه يعني. مش هسيبك غير ما اسمع بقى تعليق وجمل حلوه من الكابتن عصام عبده. معلول بيرفع لعبد المنعم. ادي هو فاول النادي الاهلي، ومعلول يرفع لمحمد عبد المنعم والهدف الاول. الله، التعادل للنادي الاهلي. يعود النادي الاهلي صانع البسمه وصانع الابتسامه. الاهلي وريال مدريد، ريال مدريد افريقيا يسجل الان في مرمى فريق الوداد. الحقيقه الملعب مختلف والاجواء من الملعب مختلفه كابتن. طبعا لكن الفرحه طبعا للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو يعني مصدر سعاده كبيره جدا، وزي ما قلت لك دايما بطولاته بتوصله للعالميه. وخلي بالك كابتن اسامه، لو 100 دوري مش زي بطوله قاريه حقيقة. بتحط النادي الاهلي خلاص على العالميه حقيقة. لان انت النهارده شفت مجرد ما خد البطوله لقينا نادي مانشستر سيتي بيبارك، وبالنادي والانديه الاوروبيه بتبارك حقيقة. وبدا تنهال عليه الجزء الدولي، ودي النقطه اللي انا عاوز اشير اليها يا كابتن اسامه، ان احنا لازم نستعد استعداد كبير بقى لكاس العالم للانديه اللي جايه باذن الله تعالى. ان شاء الله مهم جدا يا كابتن اسامه، لان مش عاوزين ان شاء الله يبقى نفس المراكز تاني. عاوزين النادي الاهلي ياخد خطوه لقدام باذن الله، وهو يستاهل هذا الكلام ان شاء الله. يكون في البطوله القادمه في كاس العالم، يكون في عندنا ميزه كويسه في السعوديه، لانه هيبقى عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا لاننا بنلعب في مصر بالظبط، وجماهيرنا هناك باعداد كبيره. طبعا وبلد عظيمه جدا السعوديه، بلد بتتطور بشكل كبير جدا، ودول الخليج كلها بصراحه حقيقة. الامارات والسعوديه الرياضه فيها بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت ديت، وفي صحوه كويسه. وان شاء الله نشوف النادي الاهلي يا رب كده على اعلى مستوى في الفترات اللي جايه. وببارك لكل جماهيره العظيمه، المجلس ادارته، كابتن محمود الخطيب اللي زي ما قلت لك يعني سعيد جدا اتحقق اللقب دوت في وجوده، في وجود مجلس اداره عظيم جدا، وجود مجلس اداره مميز جدا. بنشكرك شكرا جزيلا المعلق الكبير الكابتن عصام عبده. بنشكرك شكرا جزيلا.